مساء الخير. البوصلة حلقة الاثنين. امبارح توقفنا في حاجة مهمة جدا لما قلت لكم اهلا بيكم في داعش. وده مش سطر بس عند ابن حجر، زي يعني اللي متابع حلقة امبارح زي اللي قلناه في اخر الحلقة، ده منهج. لو عايزين مش بس مواجهة الارهاب، لا 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 لا، الاصلاح اكبر من كده بكتير. الاصلاح الديني هز كل شيء وتصفيته وبناء آخر. يعني أنا مش مصدق أن لسه في حد معتقد أن الوقوف عند هذه الأوراق وعند هؤلاء البشر هو وقوف عند ثوابت الدين. أنا عمري ما شفت كده. يعني هذه الأوراق لو قلنا أنها، يعني مش عايز أفتح موضوع طويل، بأسف فيه جداً لبعض المتحذلقين، هي اسمها كده يعني، والمتفذلكين، الاثنين لغة عربية سليمة، من بعض الأكاديميين خارج نطاق المؤسسات الدينية اللي هو عايز يعمل. أنا عارفهم بالاسم وأقدر أقولهم بس هتعمل مشاكل، اللي هو إيه يعني عايز يعمل نفسه، يعني اللي هو يعني معقولة الكلام اللي بيتقال ده؟ التراث برضو كان حاجة عظيمة، طول ما احنا بنتكلم الكلام ده مش هنتقدم. اغلب التراث الفكري الذي كتب كتب على هذه الشاكله، وكل اللي بتسمعوه مني في سنوات دين اخر غير الاسلام، وابدا لم يكن تراثا مفيدا للاسلام ولا للانسانيه. دي الحقيقه. لكن ال 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 في حاجه مش عايز افتحها خالص عشان هتعمل مشاكل. الجو الاكاديمي في مصر في حاجة غريبة عمري ما شفتها في أي أكاديميين في العالم. في شيء من ال هعمل مشاكل، يعني كلام سطحي براق لا يسمن ولا يغني من جوا، ما بيعملش حاجة. ده في أي جانب، في كتير قوي من الجوانب الأكاديمية النظرية في العلوم النظرية، كلام براق بتقال في المؤتمرات، عارفين؟ ما بيعملش حاجة على الأرض، وما بيعرفوش، يعني مش عايز أكلم. المهم، أيوة، التراث أغلبه ليس صالحا للإسلام ولم يكن على قدر القرآن، بل كان على نقيضه في كثير من الأحوال وانتوا شايفين، ولم يكن صالحا للإنسانية، وليس من الحصافة والإنصاف إن احنا نعيد تصديره الآن ووضعه في الواجهة والدفاع عنه، وجعل من ينتقد أو يحاول تهذيبه هو العدو للدين، لأن ده خطأ فاحش في الإسلام والإنسانية مع بعض. عيب هذه الورقات القديمة وهؤلاء الناس. يجب الخجل، الخجل الشديد عند قراءة كتبهم أو عند قراءة كتبهم. يعني عيب نتكسف كده ونقول آه أنا آسف، يعني هم كتبوا كده أنا آسف. ده لو يعني هنقول اللي جوه الكتاب. لكن الاستعراض والبجاحة دي أنا معرفش إيه ده. يا إما اللي قدامي ما بيفهم، ما بيعرفش اللي في الكتب، فبيتكلم الكلام الأكاديمي اللي هو أي كلمتين عشان أراضي ناس معينة، يا إما عارف ويبقى بقى حسابه عند ربنا. لو عارف ايه ده، ده دي ولا الاسبوع اللي فات ولا اللي قبلها ولا الدوله العثمانيه ولا الجونيه ولا احاديث ولا كل اللي بنعمله ده سنين، يعني مش مجموعات من الحلقات. حضرتك السطر ده مش سطر يخص ابن حجر. السطر ده مكرر يا عزيزي، قتل المشرك لمجرد اشراكه. هتلاقيه كتير عند الاخ الفاضل طبعا ابن تيميه، وهتلاقيه كتير عند الفقهاء الاربعه، الائمه الاربعه وتلامذتهم. بلاش نضحك على بعض، مفيش مشاكل خالص، مكتوب، ومكتوب من القرن الثاني مش بالسابع ولا من الثامن عند ابن حجر. ولذلك ده له علاقه باللي هنقوله بكره، موضوع كده عايز اعلق عليه هياخد له برضه بكره وبعد. عشان كده قلت لكم ده معبر، فالموضوع ما بقاش ابو رافع اليهودي. وانا دلوقتي برضه هقول لكم حاجتين تعرفوا ان علم الحديث زي ما شرحته زمان للمتابع
في برنامجي الخريطة شرحت علم الحديث كله كله من أوله لآخره كأنك خدته في كلية 4 سنين. في مشاكل في علم الحديث كبيرة جدا من ناحية التنظير والتطبيق، يعني ممكن الكلام اللي كاتبينه يبقى كويس بس هل يتعمل؟ وفي بعض الأحوال الكلام نفسه مش دقيق، الكلام اللي عملوه أصول للبحث في علم مصطلح الحديث مش دقيقة. لكن عدم دقتها دي مش بتجيب لك بقى تجربة في المعمل، مادة كيميائية طلعت غلط، نظرية فيزيائية عملت الوزن عكس المسافة، لا 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 لا، دي بتجيب لك دين خاطئ لأنك بتقبل بيها حديث بتسميه حديث صحيح، زي حديث كعب بن الأشرف كده. مين يثبته ده؟ يعني تخيل الموقف كالعادة مكرر برضو زي الجونية وزي غيرها كتير. تخيل أنا وواحد واقفين، أنا بقول له الرسول لم يقتل أحدا غيلة ولا غدرا، أنا كده ببهاجم الدين، وهو واقف عشان ينصر في نظره ما سميت السنة. طبعا هو كذب، هو بينصر البخاري فقط، إنه رجل لا يخطئ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زي القرآن كده، يفضل يصر إن الرسول قتل أحدهم غيلة وغدرا وبالخيانة والغدر وأرسل له من فعل ذلك، أم هو كده عند الناس يبقى اللي بيدافع عن الدين ومحب للرسول. وحياة النبي أني جنون يقول كده، أني جنون مطلق مطبق يقول كده. فحديث كعب بن أشرف وأبو رافع ده وغيره يعني إيه ده؟ وهتلاقيني الأسبوع اللي فات بقول لك برضو في نهاية مجموعة كذا إيه ده؟ واللي قبله مين فين؟ يعني بص إحنا في كارثة، وهم لسه بيقفوا على الحراسة للحدود والبتاع، ودي ثوابت الدين. ثوابت إيه يا عزيزي؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ ثوابت الدين رسول يأمر بالغدر والغيرة والغيلة، قتل الغيلة والغدر والمؤامرات. ثوابت الدين إن الرسول تتقاول عليه زواجهم الجونية. ثوابت الدين إنك تتكلم على الخلافة ما بعد الخلفاء الأربعة وتمجد فيها بكل العفن بكل اللي حاوته هذه الخلافة من إيه؟ من نقد لعرى الإسلام، من هدم للإسلام. ثوابت الدين إيه؟ ثوابت الدين إن أنت ما تفتحش الباب على نقد كتاب بشري لأن فيه ما يضر الإسلام كله. يعني أنت تقول للي قتلوا في شارلي إبدو ولا غيرهم إيه عن كعب بن الأشرف والباب ده في البخاري؟ تقول لهم إيه عن السطر اللي أنا قريته امبارح ده في مقابل القرآن؟ تقول لهم إيه؟ تقول لهم إيه؟ تقول لي داعش لأ ليه؟ تاني خلينا نقول دي قبل ما نقول الحتتين بقى الصغيرين، لأن ده الأهم، ده الإسلام اللي قلت لكم لقطة ضاع بيها الإسلام. القرآن يا عزيزي ليس فيه نسخ، ده موضوع بنناقشه بعدين. هتقول لي فيه اختلاف في الأحكام، أقول لك تطور المجتمع حاجة والنسخ حاجة، ولو في تطور في الأحكام ملوش أي علاقة بالقيم الكلية عند الله سبحانه وتعالى. لما يقول إن الله يحب إن الله يكره ده ما بيتغيرش. فالقيم الكلية في الإسلام هي الآية اللي قلت لكم عليها امبارح. ركز في اللي هقوله عشان هقول لكم السطر تاني ونقفل الموضوع للأسف، لأنه في منه كتير. ربنا في مكة كانوا بدأت الحروب لما راحوا المدينة، فاللي بيجوا لحد 500 كيلو عند بدر يحاربونا، أهلا هنحاربه، اللي يجي يجي، أنا مش عاملهم بقى قياس حالة. أنت جاي تحاربني على بعد 500 كيلو يبقى أصدنا أنا. في ناس تانية لا، ممكن تشوفهم بقى في الطرق في التجارة في البتاع. فنزلت الآيات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. النهي هنا مش من القتل، النهي هنا من المودة، من المعاملات الإنسانية. كافر بالله مش على أهل كتاب زي ما هم قالوا على اليهود والمسيحيين، ده اختراع برضو تاني، ده كافر كفر كلي بتوع لات والعزة. قال لهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لم يقاتلك في الدين، ما جالكش لحد هنا لا بدر ولا أحد ولا ما اشتركش معاهم، ماليش دعوة، كافر بس ماليش دعوة بيك. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ما كانوش من المجموعة اللي طردتكم بره مكة أو ساعدت على كده أو آذتكم كثيرا. طب لا ينهاكم عن إيه بقى؟ أن تبروهم، البر، تخيل، ها، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ربنا مش هي ما فيش حاجة اسمها نسخ، إن ربنا بعد كده مش هيحب المقسطين، ما فيش الكلام ده، ده قانون كلي مطلق في القرآن. يجي ابن حجر يقول السطر اللي ختمت بيه امبارح، وفي هذا الحديث كده من دماغه فوائد، من الفوائد إيه بقى؟ جواز اغتيال المشرك
الذي بلغته الدعوة وأصر. اغتيال كلمة بين غيلة المشرك. طب عمل ايه المشرك ده؟ ممكن يكون من الناس اللي هي لا ينهاكم الله عليه لن يقاتلوا، لأنه مشرك بس ما عملش حاجة. لا، قال لك نقتله لمجرد أن الدعوة بتاعت رسول الله بلغته، هناك شيء اسمه الإسلام، وأصر على ما هو فيه، إذا كان كافر خالص زي بتوع مكة ولا أهل كتاب. طيب ده في القرآن إيه؟ قلت لكم وفي كتير من الآيات دي، ده عند بقى ابن حجر وغيره وابن تيمية والأئمة الأربعة وكل أنت عايزه، ممكن نقتله اغتيالا لمجرد أنه مشرك ومصر على إشراكه. فإيه الفرق؟ عارف الصورة بتاعت زمان يقول لك أظهر الفرق بين الصورتين، قول لي الاستشهادات اللي بتستشهد بيها داعش في قتل كل من عليها، كل من عليها فان في نظر داعش وبالذات أهل الكتاب، قتلهم جميعا بلا ذنب وأسر نسائهم، وانت شفتوا الأزيديات وغيرهم، وبين الكلام اللي قاله ابن حجر في السطر ده أو ابن تيمية أو السلسال كله، أظهر الفرق بين الصورتين مش هتلاقي. فمحدش يتكلم عن التراث ودافع عنه، اسكت عيب اختشي، ومحدش يضحك عليك عشان دي ضحكة بقى من نوع تاني، مش عارف مش عارف مش عارف أقول إيه فيها دي بقى، ودي عايز أفصل فيها برضو قليلا. في برضو جزء تاني مضحك جدا هقولكم بعد الفاصل، اللي هو إنهم يلصقوا كل ده في سيد قطب الذي أفسد الإسلام، أبو الأعلى المودودي اللي مش عارف إيه، سطحية مبهجة. طبعا هي مش مبهجة، سطحية مزعجة. يعني إيه السطحية دي؟ مين اللي بيقولوا كده برضو؟ إما مش عارفين إما بينافقوا بيدلسوا. هشرح لكم، هطلع فاصل ده وارجع. عايز اخلصها في عجاله عشان اتكلم على المفرقتين اللي في الروايه. بص يا عزيزي، وانا قلتها كتير، اوعى تتخيل، انا بضحك 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 لدرجه يعني القهقه لما اسمع حد بشوفهم بعد اتفرج على التلفزيون كده، فليهم بقى مبدعين قوي عند الوقوف عند نقطه سيد قطب، وان هو تلقى الكلام ده من ابو الاعلى المودودي بس، كأنك تكفير العالم والحاكمية وإن العالم كله دار حرب إلا دار الإسلام، والكلام ده كلام اختراع سيد قطب وأبو الأعلى المودودي. إيه يا حبايبي اللي بتقولوه ده يا بابا؟ يا بابا هو يا حبيبي، بس هم بيقولوه إرضاء لناس عشان يقولوا آه ده زمان ما لهوش دعوة، زمان ما عملش حاجة، ده كله اختراع حديث. وبعدين يقول لك التشدد والبتاع والحرام واللمسة والنظرة والرمش والحواجب ونمصها جه من الوهابية. أنتوا بتقولوا إيه؟ يعني كل أزمتنا دلوقتي إما التشدد جه من الوهابية أو الإرهاب جه من سيد قطب الأعلى المودودي. يا حبيبي يا جماله، كل التشدد والإرهاب والقتل وتكفير الناس والمرتد وتكفير العالم ودار الحرب والحاكمية من التراث أهو. جواز قتل المشرك لمجرد بلوغه الدعوة وأصر، لأنه بلغته دعوة النبي وأصر، مالك بكل كتب سيد قطب؟ هو سيد قطب عمل ايه؟ هو جاب القديم استشهد بيه. يا حبيبي سيد قطب كل استشهاداته من ابن تيمية، كل استشهاداته ابن تيمية، وادي هو ابن حجر وكله، مالك كلمة سطر ولا هم ولا كأن في قرآن يقول له مين يا عم المشرك نقتله عشان بلغته الدعوة؟ مين قالك الكلام ده؟ بس ما حدش راجع ابن تيمية وابن ابن حجر، ولا حد يقدر يراجعه. فجماعة يعني من غير شرح كتير، اوعى تصدق أضحوكة ان اللي اخترع الارهاب والقتل وتكفير الناس سيد قطب وابو الاعلى المودودي، عيب كده. والتشدد والانغلاق والنقاب والحاجات دي الوهابيه اللي هي اختفت دلوقتي، اوعى تصدق كده. انت ممكن بس تعمل ايه؟ احياء للمساله بالحاجات دي. سيد قطب بيجي يعمل معالم في الطريق فيكفر لنا الدنيا كلها، بس بناء على ايه؟ استشهادات يا باشا، استشهادات نقل عن الكبار. مواجهه التراث من كل باب بجيبها لكم، لو ما حصلتش ما فيش اي حاجة هتحصل في حياتنا غير اللي احنا فيه ده، تكفير على مستوى الكل وكره وحقد في المجتمع وطائفية، وجاهزين لداعش واستقبالها، وجذور للإخوان والسلفيين وداعش في كل بيت موجودة، لانه ببساطة فاهم ان دي
كل ده هو الدين فعلا. لما اقول مسيحي كافر والدين، لما اقول مش عارف ايه لازم هو الدين، لما اقول يا ريت الخلافه ترجع هي الدين، لما اقول ده مليون حرام ولا الاسلام يعرف عنه هو الدين، لما اقول اللي يسب الرسول انا ارضى عن اللي قتل وعمله كده، بس انت في الشكل العام سميها عمليه ارهابيه مش عارف ايه، مالك يا عم. نرجع بقى لحتتين كده اتمنى اخلصهم بسرعه لاني بكره عايز افتح موضوع جديد مهم بقى اللي انا كنت افتحه اصلا يوم الاحد امبارح وليه علاقه بده هيوصلنا ليه يعني. بص على السريع كده للي شاف شرح يفهم الحديث ولا ما شافوش. فهم الحديث لو الروايات تناقضت تناقض فج لا يمكن الجمع بينهما تدل على مش على ان واحده صحيحه وواحده ان تدل ان في حاجه غلط فيبقوا الاثنين ضعاف. خلاص؟ فهم يعملوا حاجه اسمها التوفيق بين الروايات لو تعارضوا او التوفيق بين الروايات والقران لو تعارضوا. احب اقول لك ان كل متعارض وانا حتى بسميها دايما التلفيق مش التوفيق. يعني تلفيقه مش ما فيهاش اي نوع من الانصاف او الحق. بص الروايه اللي احنا قريناها امبارح دي لو فاكرها انا قريتها بسرعه وراح وجي وقتل وبتاع وهو نازل بيقول ايه؟ بيقول رجلي اتكسرت، اللي هو الصحابي المفروض بيحكي رجله انكسرت، فلما راح للرسول قال له فابسط رجلك، ف يعني مسها كده فكانها لم اشتكيها قط، يعني ما اشتكيتهاش ابدا. خلاص كده ركز بقى. الروايه الثانيه اللي اخرجها البخاري هو في باب هقول لك دلوقتي باب ايه، برضو باب قتل ابي رافع بس الحديث اللي بعده ده 40-39 وده 40-40 بنفس التسميه باب قتل ابي رافع اليهودي. خلاص اخر الروايه خالص بيقول حاجه غريبه قوي نفس الصحابي. ركز في اللي انا عايز اقوله لك ده. الصحابي هو نازل المفترض يعني المفترض قال يعني ده كله حصل خلاص، كل دي فرية زي كعب بن أشرف، الرسول لم يأمر بقتل أبي رافع ولا نعرف مين اللي قتله ولا نعرفه أصلا مين أبو رافع ده. هو بيقول أنا خلصت قتلته وطلع الناعي اللي سامع معايا امبارح، طلع الناعي يقول أنعي لكم أو أنعى لكم أبو رافع، وهي المفروض في اللغة العربية أنعوا، معرفش هم كاتبينها أنعى إزاي في البخاري. فأنعى لكم أبي رافع، خلاص مات أبو رافع اتقتل، فهو نجح في المهمة، فهو نازل رجله اتكسرت، ده الصحابي هو اللي قال كده في روايه البخاري 40-39 قريناها امبارح وقريتها لكم دلوقتي. خلاص فذهب للنبي فقال له ده رجلي كسرت، فالنبي لمسها فكاني لم اشتكيها قط. يبقى مين اللي شافها؟ رجله، معجزه نبويه. خلاص كده، مع ان انا قلت لكم النبي بعيد عن ذلك، لكن هو اللي بيقول الرسول كسر مضاعف في الرجل شفاه بلمسه. ماشي وانا هسكت. بصوا الحديث اللي بعده على طول عن نفس الواقع في نفس الباب، باب قتل أبي رافع اليهودي ونفس الصحابي عبد الله بن عتيك. بص بيقولي في الآخر فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، انخلعت غير انكسرت، بس هنقول إنهم بمعنى واحد، وابن حجر أقر إن الخلع غير الكسر، بس برضو كعدت ابن حجر قال حاجة لطيفة أوي، قال يبقى حصل الاثنين خلع وكسر. أنا مش هقف عند دي المعهود بتاع ابن حجر اللي عندي. المهم اهم بص بقى الروايه، خلاص رجله اتكسرت اهي تمام. بيقول ثم اتيت اصحابي احجل او احجل، يعني ماشي على رجل واحد رفع الثانيه وماشي على رجل واحد، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني لا ابرح حتى اسمع الناعيه. الناعيه قلت لكم بيجي على المؤنث والمذكر ان هو رجل اللي هو هينعى ابو ايه، ابو رافع او ابا رافع. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعيه فقال انعى ابا رافع. خلاص كده هو وهو رجله مكسوره، هنا في الروايه بقى عكس الثانيه، قال لهم ايه؟ روحوا انتوا لرسول الله قولوا له فانطلقوا فبشروا الرسول. يبقى هم راحوا وهو قاعد صح كده، رجله لسه مكسوره. ركز معايا، انا مش بقولك مش مهم قوي مين رجله اتكسرت ومين رجله اتعملت، انا بس بوريك علم الحديث اتعمل ازاي عشان تعرف روايه خطيره زي دي ممكن يكون الخلط فيها واللبس واصل لحد فين. خلاص هم راحوا يبشروه في الروايه الثانيه، وعتيك عبد الله بن عتيك قاعد مكانه استنى الناعي، طلع الناعي قال ابو رافع مات الله لا يرحمه. ماشي الصحابي بقى بيقول ايه؟ بيقول قال من اول ما سمع الناعي قال انعى، ده في البخاري 40-40 الحديث اللي بعده على طول، فقال الناعية انعى ابا رافع، قال الصحابي بقى فقمت امشي ما بي قلبة فادركت اصحابي قبل ان ياتوا النبي فبشرته. ركز هناك
قلبة يعني ما فياش حاجة مضايقاني. في الرواية الأولى اللي هو نفس الواقع في نفس الراجل بنفس الصحابي قال أنا فضلت رجلي مكسورة لحد ما رحت للرسول، وبعدين أنا قلت له يا رسول الله رجلي مكسورة، قال لي ابسط رجلك، حط إيده عليها شفيت من الكسر. خلاص تمام. مين اللي بيروي؟ نفس الصحابي عند نفس البخاري. الرواية اللي بعدها هي نفس الواقع نفس الصحابي، بيقول أنا لما قبل ما الناعي يطلع الصبح استنيته يطلع، قلت لأصحابي أنا قتلته أنا متأكد، فروحوا قولوا للرسول. يعني ده في الفجر لسه الصبح ما طلعش. فانتظرت الناعية فصعد فقال أنعى لكم أبا رافع. هو بيقول إيه؟ قال فقمت على طول، ولا راح للرسول ولا شافه لسه، فقمت أمشي ما بي قلبة، رجلي شفيت فجأة من غير لا رسول ولا شافه ولا أصلا لسه راح له. فجأة المعجزة حصلت وهو لسه هناك في الحصن، فجأة رجله شفت. قال مجرد ما سمعت الناعي بيقول كده، قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي فبشرته أو فبشرته. العكس بالشكل ده مرعب. هنا المفترض على كلامهم في علم مصالح الحديث ترفض الروايتين، لأنهم يظن منهم إن ده تأليف كذب. ما هو يا إما المعجزة كانت عند الرسول، يا إما المعجزة كانت وهو واقف كده لقى رجله الكسر كده بيخف كده، الله أكبر سحر خلاص. لكن مرة يقول رجلي شفت لوحدها، ومرة يقول الرسول هو اللي شفاني، وروايتين عكس بعض، بيقول أنا رحت له بحجل فشفاني، والمرة هنا بيقول أنا شفيت ورحت له عادي، سبقت أصحابي كمان الظاهر كان بيجري وبشرته أنا اللي بشرته عادي كده. بص ابن حجر بقى بسرعة برضه، ابن حجر كالعادة اللي عارف ابن حجر وعدته مع البخاري، إذا كان عملها في الجونية لقى هنا ست وهنا ست، قالك ده هما يمكن هي نفس الست، بس مرة هنا اتجوزها ومرة بتقول له هنا أنا ما أعرفكش أنت مين. خلاص بيقول له ده رسول الله، قالوا له ما أعرفوش. فابن حجر قال لا كده البخاري يطلع غلطان، معاذ الله وده لا يخطئ، هذا ليس بشرا. فراح قايل ابن حجر قال والظاهر أنها نساء متعددات. أصل الرسول دخل 100 مرة بقى على ست وقالت له أنا ملكة وأنت سوق، للي فاكر حالات الجونية. بص ابن حجر عمل إيه في التخريجة دي. خلاص ما ابن حجر برضو مش لاقي حل، مرة اتشفى ازاي ومرة يعني الرسول هو اللي شفاه. خلاص بص بقى ابن حجر قال ايه، عايز يبرر انا اسف يعني، ما هو ما ينفعش يا اما رجله خفت لوحدها يا اما الرسول هو اللي خففه. قال ايه بقى؟ قال وقوله ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري الحديث 40-40، وقوله اللي هو الصحابي فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرته، يحمل على أنه لما سقط. ركز في اللي أقوله، أنا مش بضحك، ده دينك اتكتب كده، كل التناقض ده والتدليس ده، وفي حديث خطير زي ده بيتهم الرسول بالقتل الغيلة الاغتيال المباشر. بص بيقولك إيه بقى ابن حجر مش لاقي حل، قالك إيه، يحمل على أنه لما سقط من الدرجة ما اتكسرت رجله وقع له جميع ما تقدم، رجله اتكسرت وانخلعت ماشي خلاص، ركز بقى، لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتمام بالأمر ما أحس بالألم وأعين على المشي أولا، وعليه يدل قوله ما بي قلبة اللي هو أنا ما فيهاش حاجة، ثم لما تمادى عليه المشي أحس بالألم فحمله أصحابه كما وقع في رواية ابن إسحاق للرواية الثانية، ثم قال لما أتى النبي مسح عليه فزال عنه جميع الألم. مفيش فايدة، اللي فاهم أنا هشرح دلوقتي بسرعة، مفيش فايدة إن حد من القوم دول يقول الحق، يقول هذه الرواية باطلة لأن الروايتان لأن الروايتين متعارضتين، مش ممكن، يا دي يا دي أو متعارضتان. خلاص؟ ليه؟ الرواية الأولى الكلام واضح بيقول فضلت أحجل بحجل طول الطريق، فابن حجر ما شافش الكلام ده إزاي؟ أنا هنا مش مهممني مين رجله اتكسرت ولا مين إيده اتكسرت، أنا هممني التلاعب بالدين، كان المفروض الرواية ترفض. ابن حجر هنا بيقول عايز يجمع بين الروايتين، ما هو مش لاقي حل، قالك هو في الأول رجله لما اتكسرت اتوجع، وبعدين من شدة اهتمامه ما حسش بالوجع، عشان كده قال ما بي قلبة، قلبة يعني أي ألم،
انا ماشي تمام، انا سليم، مفيش اي كسر في رجلي. خلي بالك مش بس الاحساس بالالم، قلبه يعني الكسر. وخلاص ورحت رسول وبشرته ولا جبت له سيره رجلي. في الروايه الثانيه قال انا فضلت متالم وبحجل حتى ذهبت يعني فضل يحجل مع اصحابه لما راح للرسول، فقال له ده انا قتلته ويا رسول الله ده انا رجلي مكسوره وتعبان، يعني طول الطريق تعبان مكسور رجله. فالرسول قال له المفترض يعني مد رجلك فشفاه. ابن حجر لغى الكلام ده كانه لم يسمعه. قال لك لا ده هو لما كان رجله مكسوره في الاول من شده الاهتمام قام ومشي عادي، معرفش دي ازاي، ونسي الوجع والالم من شده اهتمامه انه يبلغ الرسول. طب فين الروايه الاولى لما بيقول انا فضلت طول الطريق احجل ومتالم؟ وليه ما قالش في الروايه الاولى ان ما بيها من قلبه؟ ليه ما قالش؟ قال انا فضلت متالم لما وصلت الرسول قلت له رجلي مكسوره شفاها فلم اشتكيها قط في الروايه الاولى. الروايه الثانيه قال فجاه انا وانا قاعد مجرد ما سمعت الناعيه ما بقى خلاص خفت كل شيء وما بي من قلبه او ما بي قلبه، يعني ما فيهاش اي حاجه مكسوره خلاص. ولما راح رسول ولا قال له اي حاجه عن رجله فبشرته وانتهى الحديث. روايتين عكس بعض لا يجمع بينهما الا نقط بقى، مش هقول عشان ابن حجر جمع بينهم فمش عايزين نعمل مشاكل. ابن حجر عنده الروايتين اقسم بالله لو واحد قال انا نزلت من السماء وهو نفس الواحد انا طلعت من الارض في نفس الروايه في حديثين ورا بعض، ابن حجر يقول لك ويجوز انه نزل من السماء وبعدين دخل الارض وطلع من الارض، ما ملهاش حل. الراجل بيقول لك يا اما رجلي اتكسرت وشفت هناك يا اما رجلي اتكسرت وشفاها الرسول، بيقول لك ينفع الاثنين مع بعض. أنا مش بتكلم هنا على كسر رجل ولا كسر ولا هممني أي حاجة من الكلام ده، أنا بقول لك قد إيه حتى لو الروايات فجة في التناقض والمفروض ترفض كلها لضعفها وتأليفها لا يرفضها أبدا لا البخاري ولا ابن حجر. وهكذا يا عزيزي كتير من الصحاح اللي وصل لك، اوعى تتكلم، اوعى تقول إيه ده اللي في بين اللي هم قبلوا وانتهى الموضوع وده دينك. دينك بقى مش رواية مثلا في الوضوء في البتاع، لا، رواية قتل أبي رافع دي رواية زي كعب بن الأشرف تكسر الإسلام في مقتل، لأنه أصلا بررها بإيه؟ يجوز اغتيال المشرك لمجرد أن بلغته الدعوة وظل على إشراكه. زي ما قلت لكم امبارح مبروك عليكم داعش. نشوفكم بكرة ونكمل بكرة.